الحبوب الجبارة دي، الحبوب الجميلة دي، الحبة السحرية دي ليها فعالية رهيبة جدا جدا لإزالة الكرش من أول استخدام. ليها فعالية رهيبة جدا لإزالة الكرش العنيد والبطن الكبيرة بشكل فعال جدا. ليها مفعول السحر في إذابة دهون الأرداف وإذابة دهون الجوانب بدون رجيم وبدون تمارين. ليها فعالية رهيبة جدا لإزالة توقف تساقط الشعر، وكمان تحسين الجلد وتحسين البشرة، وكمان بتحسن جدا 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 من صحة القولون العصبي، وبتزيل الانتفاخات والغازات اللي بتكون في البطن بشكل فعال جدا، وبتريح المعدة قوي. لازم تجربيها ولازم تستخدميها ولازم تتفرجي على الفيديو للآخر لأنك هتستفادي جدا. لايك للفيديو تشجيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مويا من قناة وصفات سحرية مع مويا، وزي ما عودتكم بقى جايبالكم الحبة السحرية لإزالة الكرش وتحسين جمال البشرة. انت هتستفيدي من الحبة ديت في حاجات كتير قوي، منها تحسين جمال بشرتك، منها ازالة الكرش بشكل فعال جدا جدا بدون مجهود، ومنها كمان هتوقف تساقط الشعر اللي بيكون عندك، وكمان هتحسن من شعرك جدا وهتشلك التقصف والهيشان وتساقط الشعر، لانها مفيدة جدا جدا لجميع الاجزاء الجسم. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امر. اول حاجه بالله عليكي بالله عليكي تابعي معايا الفيديو للاخر علشان تستفادي كامل الاستفاده، لاني بقول حاجات مهمه جدا في الفيديو. معايا هنا زي ما انتم شايفين كده بوله او طبق كبير، يعني البوله او الطبق ده زي ما انتم شايفين بيسيع بالظبط لتر من المية، لتر من المية ده اللي انا محتاجاه، وده المقدار. هتستخدمي بقى اي حاجة زي ما انت عايزة، تمام؟ هنجيب بالشكل ده وهنبدأ نشوف هنعمل ايه. الوصفة مكوناتها من بيتك، مش هتجيبي حاجة من بره، مش غالية جدا ولا مكلفة خالص، ولا طعمها مر او وحش، لا طعمها جميل جدا جدا وصحية قوي، ملهاش اي اثار جانبية، وكمان تنفع لجميع الاعمار، تنفع لجميع الاعمار وللرجال طبعا وللنساء، تمام؟ هنبدا نشوف هنعمل ايه. اول مكون معايا هنا طبعا وهو غني عن التعريف، وهو البقدونس. البقدونس يا بنات، البقدونس هنا من الحاجات الرهيبه جدا 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 لازاله السموم من الجسم. بيطهر الكلى جدا جدا من السموم، بيطهر الكبد من السموم، بيزود نسبة الحرق في الجسم بشكل فعال جدا جدا، بيزود نسبة الحرق في منطقة البطن بشكل فعال. هنجيب حوالي 3 4 او 5 ورقات، هيكونوا بالحجم ده زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ وهنبدأ ان احنا نقطع اوراق البقدونس بتاعتي قطع صغيرة. وطبعا البقدونس متوفر وغني عن التعريف للتنحيف، وكمان بيحسن من جمال البشرة جدا. انا كنت عملت فيديو عنه، كريم كنت عاملة كريم لإزالة التجاعيد، كريم رائع وجايب نتائج فعالة جدا مع البنات كلها، يعني هو رهيب يا بنات. قطعناهم بالشكل ده وهنبدأ ان احنا ننقلهم معايا هنا في الطبق بتاعي بالشكل ده، تمام؟ هنبدأ نشوف تاني مكون معايا وهو حبة واحدة بس من الليمون الحامض، تكون حبة ليمون كبيرة ما تكونش حبة صغيرة، انا عايزة حبة كبيرة، تمام؟ وطبعا زي ما بقول دايما احنا بنقطع الليمون شرايح بالشكل ده، بحيث ان انا مش عايزاكي تاخدي الحامض بتاع الليمون فقط او مية الليمون فقط، انا عايزاكي تاخدي الليمونة كلها على بعضها بالبذر بتاعها بالقشر بتاعها بكل حاجة، لان القشور الليمون اقوى من الحامض نفسه للتنحيف. قشور الليمون يا بنات فظيعة لازالة الدهون وبتعلي الحرق في منطقة البطن بشكل فعال جدا جدا. قطعناهم بالشكل اللي انت شايفاه ده كده بالشكل ده، وهنبدأ برضو ان احنا ننقلهم في الطبق بتاعي، تمام؟
وطبعا الحبة الجبارة بتاعتي وهي حبة من الجزر. والجزر يا بنات عايزة اقول لكم ان هو فعال في كل حاجة، لتفتيت تبييض البشرة وإزالة الدهون اللي بتكون متراكمة في البطن، بيعلي نسبة الحرق جدا جدا في منطقة البطن، بيزيل الكوليسترول العالي اللي بيكون في الدم وبيقلله نهائي. هنبدأ نجيب حبة الجزر بتاعتي دي وهنبدأ ان احنا نقطعها بالشكل ده كده، يعني تحاولي ان انت تقطعيها قطع صغيرة على قد ما تقدري، تقطعيها قطع صغيرة، او ممكن تعملي حاجة حلوة قوي، ممكن تبشريها، وطبعا ده كمان هيكون افضل بكتير. يعني ممكن تجيبي المبشرة بتاعتك وتبدأي ان انت تبشريها مش تقطعيها كده، يعني عندك ممكن تبشريها وممكن تقطعيها بالشكل ده. قطعنا قطع الجزر بتاعتي مع البقدونس والليمون، مكوناتها مش هتقلقك نهائي، ولا هتخافي انك تجربيها ولا حاجة تقلق خالص، لانها كلها مواد طبيعية 100%، ملهاش اي اثار جانبية، وبتفيد جدا جدا في عملية الحرق، فانت هتستخدميها وانت مطمنة. وهنبدأ ان احنا حبيبة قلبي نجيب مية سخنة كده مغلية من الكتل، تمام، وهنبدأ ان احنا ننزل على المكونات الجميلة بتاعتي دي كده. تمام، زي ما قلت ده مقدار لتر واحد من المية، تمام، عليهم هننزل زي ما قلت بمية مغلية. احنا دلوقتي هننزل بمكون، المكون ده ليه كذا بديل، يعني انا هنزل دلوقتي بمكون ممتاز جدا جدا مع الوصفة دي، بس برضو ليه كذا بديل هقولك عليهم حالا، علشان في ناس كتير قوي ما بتقدرش تستخدم المكون ده. وهو نص معلقة كبيرة من الزنجبيل البودر، وممكن تحطي فريش، وطبعا لو حطيتي هتحطي قطعة فريش معاهم، هيكون طبعا اطعم واحلى من الحدية بتاعت الزنجبيل البودر بالشكل ده. وهنقلب كده. طيب البدايل ايه يا ماي؟ عشان في ناس بتقولي انا عندي حرقة في المعدة، وفي ناس بتقولي انا عندي ارتفاع في ضغط الدم ما بقدرش استخدم الزنجبيل. هتبدأي ان انتي البدايل بتاعته يا حبيبة قلبي هتجيبي معلقة، ممكن تستخدمي معلقة من الكمون، ممكن تستخدمي معلقة من الشوفان، ممكن تستخدمي معلقة من بذور الكروية او اليانسون. كل الحاجات ديت مفيدة جدا وبتديكي فعالية برضو في الحرق، لان احنا برضو بنحط مكون معاهم يعلي من نسبة الحرق مع المكونات بتاعتي. هتبدأي تجيبي غطا بالشكل ده كده، وهتبدأي بعد ما تحطش المكونات مباشرة، شايفة البخار اللي طالع ده احنا مش عايزينه يطلع، عايزين نقفل على الوصفة بتاعتنا علشان تدينا النتائج الفعالة بتاعتنا. هنبدأ نعمل ايه؟ نصلي على سيدنا محمد، واللي ما حطش لايك يحط لايك فضلا وليس امرا، بحبكم في الليل. اغطينا المكونات بتاعتنا بالشكل ده، هنبدأ نسيبها من بالليل للصبح، يعني احنا هنعمل المكونات ديت قبل ما ننام على طول. وهنسيبها زي ما هي كده في درجة حرارة المطبخ من بالليل لحد الصبح. هنصحى الصبح هيكون دفي طبعا خالص وبرد خالص، هنبدأ نشيل الغطا بتاعنا، وهنبدأ نجيب مصفى، وهنبدأ نصفي المكونات بتاعتنا دي، وهناخد المية بتاعتها فقط، والمكونات التانية هنبدأ ان احنا نرميها عادي، احنا مش محتاجين، احنا خلاص المكونات بتاعتنا احنا خدنا كل الفايدة بتاعت الوصفة بتاعتنا. هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نشرب المشروب ده او اللتر ده، هنشربه على مدار اليوم، على مدار اليوم هنبدأ نصب كوباية بالحجم ده، كوباية بالحجم ده، تمام، كوباية بالحجم ده. هتبدأي تصبيها اول ما تصحي من النوم وتروحي شربيها، تستني ساعة او ساعتين وتبدأي تاكلي عادي وجبة الفطار بتاعتك، تمام. هنيجي نتغدى او هناكل اي حاجة بسيطة كده في النهار، هنبدأ برضو نصب كوباية زي دي ونبدأ ان احنا نشربها قبل ما ناكل بساعة، تمام. هنيجي بالليل قبل ما ننام هنبدأ نصب برضو كوباية زي دي ونبدأ ان احنا نشربها بعد الاكل، قبل النوم على طول. جربي من اول استخدام وتحدي، لو ما لاحظتيش من اول استخدام فرق حلو في نزول بطنك وحسيتي بزياده في حركه الامعاء والدنيا بدات تشتغل معاكي، بليكي الكلام، هتجيب معاكي نتيجه ان شاء الله، وهتلاحظي فرق حتى لو كان فرق بسيط، بس هتلاحظيه ان شاء الله من اول استخدام مع المداومه على حسب نسبه الحرق عندك، ان شاء الله باذن الله مش هتكملي ايام بسيطه والدنيا عندك هتكون تمام جدا.
يا رب تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا ان شاء الله منها، وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تجربتكم معاها. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.